وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء إذا ما العبد طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط، أهلا بكم في شرح نصوص وحلول الكتاب المدرسي. إذن نشرع اليوم إن شاء الله في بداية هذه الدروس، فلنتوكل على الله. إذن نستهل هذا الدرس بالصفحة 11 page 11. إذن في هذه الصفحة لدينا صورة، سنقوم بالإجابة على الأسئلة التالية. Nous analysons une image، يعني نقوم بتحليل صورة. Les ruines romaines de Tipaza، يعني الآثار الرومانية لمدينة تيبازا. إذن هذه الصورة تمثل الآثار الرومانية لمدينة تيبازا. J'observe et je dis، ألاحظ وأقول. Cette photo représente، هذه الصورة تمثل ماذا؟ إذن تمثل آثار الرومانية لمدينة تيبازا. Cette photo représente les ruines romaines de Tipaza. Les ruines هم الآثار. Deuxième question. Il existe dans notre pays plusieurs lieux identiques à celui-ci comme يعني يوجد في بلدنا هذا dans notre pays العديد من الأماكن المشابهة identique à celui-ci يعني المشابهة لهذا المكان comme مثل ماذا؟ إذن les ruines romaines de Cherchel, de Timgad et de Djmila. عندنا الآثار الرومانية اللي موجودة في شرشال وموجودة في تيمغاد وموجودة أيضا في جميلة. جميلة هذه تقع في ولاية سطيف. Troisième question. Je vois, أرى، au premier plan, au second plan, à l'arrière plan. يعني وصلنا نشوفه في المقام الأول أو المشهد الأول هنا، نشوف الآثار. المشهد الثاني نشوفه في البحر المتوسط. أما المشهد الثالث أو بيان l'arrière plan، رانا نشوفه في الجبل، يعني جبل شنوا. إذن الإجابة كالتالي. Au premier plan, يعني في المنظر الأول أو المخطط الأول هنايا، on voit les ruines، رانا نشوفو في الآثار، les ruines. Au second plan, رانا نشوفو في البحر الأبيض المتوسط، la mer méditerranée. أما في المنظر الأخير، à l'arrière plan، رانا نشوفو في جبل شنوا، le mont de شنوا، يعني جبل شنوا. Quatrième question. En mettant deux dictionnaires, si besoin, je choisis les bonnes réponses. إذن بالاعتماد على القاموس إذا احتجناه، يعني اختر الأجوبة الصحيحة. إذن لا فوتو غوبخيزونت، الصورة هذه تمثل ماذا؟ هذه الصورة اللي كنا شفناها قبل قليل تمثل اون بلاج، يعني شاطئ، ان سيت اركيولوجيك، يعني موقع أثري، اون ستاسيون بالنيير، يعني منتجع شاطئي، يعني تاع البحر. إذن بطبيعة الحال يمثل موقع أثري، ان سيت اركيولوجيك. On appelle ce genre de lieu، ندعو هذا النوع من الأماكن، des vestiges بمعنى بقايا، des graves يعني حصى أو أثر، des ruines هي الآثار هذه اللي حكينا عليها، un édifice بمعنى مبنى. إذا الإجابة الصحيحة تكون des ruines يعني الآثار. Cinquième question. Je choisis les bonnes réponses، أختار الإجابات الصحيحة. Visitez ce lieu en compagnie d'un guide permis d'enrichir ses connaissances sur le plan. يعني زيارة هذا المكان en compagnie d'un guide، برفقة دليل سياحي. permis d'enrichir، تسمح بإثراء ses connaissances، يعني هذه المعارف، sur le plan، على المستوى. linguistique يعني المستوى اللغوي، historique بمعنى التاريخي، culturel بمعنى الثقافي، sportif بمعنى الرياضي. إذن بطبيعة الحال تكون الإجابة A، B، C، هذه هي كل التي تسمح لنا بإثراء معارفنا على مستوى اللغوي أو التاريخي أو الثقافي. اللغوي يعني تعطيك مصطلحات جديدة، يعني على حسب المكان هذا. هيستوريك تاريخي يعطيك تاريخ هذا المكان. كولتورال يعطيك ثقافة المجتمع اللي بنى هذيك الأثر. أما سبورتيف بطبيعة الحال إجابة خاطئة. Je présente des arguments pour dire، يعني أعرض الحجج للقول. إذن parmi les séjours touristiques suivants، يعني من بين هذه الإقامات السياحية التالية، lequel choisirais-tu، أيتها تختار. Utilise le dictionnaire si besoin، يعني استعمل الديكسيونير إذا احتجته. A، un séjour linguistique، إقامة لغوية. B، un séjour balnéaire، يعني إقامة على شاطئ البحر. Un séjour
كولتورال يعني إقامة ثقافية. إذا راح نختاروا الإقامة على شاطئ البحر ونشوفوا هذا التعبير، إذن je préfère passer mes vacances au bord de la mer، يعني أفضل قضاء عطلتي على شاطئ البحر. Pour plusieurs raisons، لعدة أسباب، يعني raison هي الأسباب. راح نديروا لي زارغيمون اللي حكالي عليهم، لي زارغيمون اللي هما الحجج. الحجج تبداو من دابور، انسويت انفان، ولا بروميييرمون، دوزيامون انفان، ايتترا. راح نتعرفوا عليهم في الدروس القادمة. هذه تعتبر كمقدمة انتروديكسيون. إذا الحجة الأولى، بروميييرمون، لا بينياد دون لو دو مير اي اغريابل اي رولاكسون. يعني أولا الغطس في الماء، يعني ماء البحر، اي اغريابل، يعني ممتع، اي رولاكسون، يعني ومريح. الحجة الثانية، دوزيامون، جام لي مومون que l'on passe à jouer sur la plage avec mes amis. يعني أحب اللحظات لمومو وين نقضيو فيها اللعب على الشاطئ مع الأصدقاء، يعني مع أصدقائي، avec mes amis. أخيرا، pour finir, j'apprécie les soirées au bord de l'eau avec les bains et les longues promenades. يعني أخيرا، j'apprécie أستمتع بالأمسيات لسواري au bord de l'eau، يعني على شاطئ البحر، avec les bains، نستمتع بالأمسيات على شاطئ البحر، يعني الموجود فيه الحمامات، et les longues promenades، يعني والنزهات الطويلة. إذن أعيد القراءة فقط، je préfère passer mes vacances au bord de la mer pour plusieurs raisons. Premièrement, la baignade dans l'eau de mer est agréable et relaxante. Deuxièmement, j'aime les moments que l'on passe à jouer sur la plage avec mes amis. Pour finir, j'apprécie les soirées au bord de l'eau avec les bains et les longues promenades. إذن الصفحة الأخيرة، je dis pourquoi. أقول لماذا. Les gens aiment visiter les lieux historiques. الناس يحبون زيارة الأماكن التاريخية. Historique. إذن راح نديرو الأسباب. Les gens aiment visiter les lieux parce qu'ils veulent se cultiver. بمعنى أن الناس يحبون زيارة الأماكن التاريخية لأنهم parce qu'ils veulent يريدون أن يعرفوا هويتهم أو تاريخهم أو أنفسهم. إذن نكمل. Si on fréquente par exemple des musées, يعني ومن خلال الذهاب إلى المتاحف، les musées، هما المتاحف على سبيل المثال، par exemple, que l'on apprend à mieux connaître des peintres, des objets d'art. يعني هذا ما يخلينا أن نتعرف من خلالها على الرسامين، des peintres, et des objets d'art، يعني أعمال فنية إلى آخره. Par ailleurs, علاوة على ذلك، grâce à ces sites، يعني بفضل هذه المواقع، on a l'impression de faire un voyage، يعني يكون عندنا انطباع ولا شوق للقيام بسفر. السفر هذا وين يكون؟ dans le passé، يعني يكون هذا السفر في الزمن من خلال التاريخ أو الألواح اللي نشوفها في ذلك المعرض. et ainsi، وأيضا on comprend mieux l'histoire du monde، وأيضا نقدر نفهم تاريخ العالم بشكل أفضل. إذن بهذا نكون كملنا شرح هذه الصفحة. أشكركم على حسن المتابعة. نلتقى إن شاء الله في درس آخر. سلام.